الحاجه بعدا الاولى اللي كنحاول انني نفهم كاب هي انه الوقت مبدل وبانه ما عمر ولدك ما غيكون بحالك وما عمر انت غتكون بحال باك وهي غاده. وفلسفيا كنفكر بديك المساله ديال فرضيه خيط الاب ديال فرويد اللي كيقول لك الولد واحد الوقت ملي كيكبر ولا كنتي مزيره بزاف وطاغي عليه بزاف واحد الوقت كيحاول انه يقتلك من الدين ديالو ومن الذاكره ديالو ومن الوجود باش هو كيحس براسو كائن. فاول حاجه كنحاول هي ان وليداتي يحسوا بانهم كيان لوحدهم بين عندهم القدره على اتخاذ القرار، عندهم القدره على النقاش، عندهم القدره على الاختيار مع احترام بعض المعايير بحال اللي حنا كنحترموها في المجتمع. فهذه هي زعما با دو سكري. والصراحه راه ماماهم اللي كتزير شي شويه ما نجيتش تبعوني انا راه كنكون راه كاع ما كيمشيو للمدرسه.